ما توجيهكم إلى ما يقع بين بعض الجيران من تهاجر وتقاطع؟ للجار حق عظيم على الإنسان أن يتقرب إلى الله بمراعاته. قد قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم توصي بالجار، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره وأضراره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولذلك على الإنسان أن يحتسب الأجر في القيام مع جيرانه، سواء بالدعاء لهم والثناء عليهم وملاقاتهم بالبشر والحرص على إيجاد العلاقة معهم والحرص على السلام عليهم في المسجد وعند لقائهم والسؤال عن أحوالهم. يتقرب الإنسان بذلك إلى الله جل وعلا. وإذا شاهد من يحاول سوءا بجاره منعه بما يستطيعه من الوسائل، ولو بالتواصل مع الجهات الرسمية من أجل أن يحمي جاره ممن يريد به سوءا وضررا. وكذلك عليه أن يجتنب أذيته فيما يتعلق بوضع مخلفاته أمام بيته، أو إغلاق الطرق عليه، أو وضع السيارة في مقابل بيت جاره مما يؤذي الجار. وكذلك عليه أن يجتنب رفع الأصوات في بيته، وأن يجتنب مطالعة بيت جيرانه بحيث لا يجعل هناك نوافذ يتمكن من يكون عليها من الاطلاع على بيت الجار وخصائصه. وكذلك يتقرب إلى الله جل وعلا بجعل أضيافه يحترمون الجيران ولا يؤذونهم بأي نوع من أنواع الأذى. وكذلك على الجار أن يتقرب إلى الله بنصح أبناء جاره وإرشادهم بالكلمة الطيبة واللفظ الجميل مع حسن التعامل معهم وزرع الثقة في نفوسهم وجعلهم يشعرون بأن لهم مكانة ومحبة وتقديرا عند جيرانهم.